المنال نفس المنال تشوفوا كيفاش دايرين نزيدو مزال شويه نفس الماتريال مزال نديرو نزيدو نطور شويه داكشي مازال خصها ماتريال خصنا سبيعه حنا كنجبدو كليان هادشي تنزلو على هادشي تنزلو على يدينا تنزلو حنا غرضنا نجبدو غير كليان عندنا كليان بعد غتشوف كليان على حسب واش طالب هادشي اللي غادي يدير حتى حتى في المهنة ديالي الحوت شوايا تنقي الحوت في اي بلاصة تنمشي ليها بعد اي مرصة دخلت ليها تنخدم فيها. دابا جيت ندير مشروع انا واحد الصديق في البلاد هنا عندنا وانا نجبدو كليان نخدمو شوية شوية فهمتي داكشي ديال الدخول الخروج داكشي ديال الدراري الصغار داكشي ديال الحابس كذا داكشي ما خدامش لينا حنا باغيين الدراري الزوينين الدراري زوينين يبقاو زوينين ما بقاوش خاسرين دخول خرج دخول خرج دخول خرج بغيناهم يوليو بحال هكا يخدموا بحال هكا يديروا الحوت يخدموا في الفلبني فاش اي حاجه غيخدموا فيها غيلقاو راحتهم اما الحبس راه ما خدامش ليهم حنا كنطالبوا الحقوق ديالنا من ديك التنميه البشريه اللي كانت تتحن علينا فهمتي تدور بينا ها ما بقاتش حيدتوها فهمتي حنا بغينا شي واحد يعاوننا ويوقف معانا كنا كنلقاو مشاكل شحال هادي دابا شويه دابا الحمد لله ها كاينين قيات زوينين كاينين فهمتي الحمد لله مخلينا نخدمو ما لحد الان ما جانا حتى شي واحد بخير وهادشي اللي بغينا حنايا بغينا نبقاو بحال هكا وبغينا شي ناس يعاونونا ولا كاين شي محسنين تعاونوا معنا كيف فهمتي هذه هي اللي بغيناها اخويا بغينا الساهله هي اللي بغينا تنقلبوا عليها حنايا صافي بقيناش باغيين حنا الواعره كاع بغينا الساهله الحلال على رسول الله بقيناش باغي الحرام هذا الميدان هذا واخا انا نخدم فيه واحد واخا نخدم فيه واحد جوج سيمانات شهر نخسر من عندي وما يبقاش فيا الحال حيت هذا الميدان ديالي عارفوا انا شنو تيعطيني وعارفوا شنو شي كيفاش نحس بهذا الميدان هذا معيشني بخير كاين انا والوالده في الدار انا اللي معاها في الدار كلشي مجوج انا هو الصغير باقي انا بلا جواج 36 عام باقي بلا جواج الحياه مشات حتى شي حياه والو فهمتي هادشي اللي باغي انا باغي الحلال على رسول الله تدعموني بحال هاد الناس هادو اللي وش ياكلوا عندي دابا هاد مولين الكاميوات هنايا الناس دراوش رمي ليا مولين البالا هادو هما اللي تيدعموني اما دوك اللي عندهم الحديد وكذا وهادي والو ما عمرهم شوف منهم الدرهم السنتيم اللي تدعموك الدرويش هو اللي تيدعم الدرويش سالينا اخويا السلام عليكم قبل كل شيء الاسم ديالي جعفر كنسكن في الساقية هادي دابا شي سيمانه تقريبا تلاقيت انا وصاحبي سعيد هو عنده الدومين ديالو في الشوايه شد المأكولات الخفيفه قلت نخدم انا وياه قال لي جي نتلاقى انا وياك نتفاهموا كذا ونديروا شي مشاريع انا وياك قلت له ماشي مشكل المهم تفاهمنا انا وياه دابا تقريبا هذه شي سيمانه دابا باش بدينا كاينه صعوبات وازمه في البلاد انا كنخدم حرفتي صباغ فهمتيني كنخدم مع الناس هكا عندي حريفيه فهمتي كيفاش نخدم هذا 15 يوم هذا نخدم سيمانه انا نخدم 4 ايام كتريح من الخدمه الريالات اللي عندك كتصرفهم ما كيبقى عندك والو فهمتي كيفاش قلت نخدم معاه نتلاقى انا وياه تفهمت انا وياه نخدم انا وياه احسن ليا خير ليا نخدم راسي براسي فهمتيني ما نستناش انا واحد يصوني عيط عليا كنلقى صعوبات الصالير ما كافينيش راك عارف المدخول بزاف ديال المصاريف راك فاهم وضعيه ما مساعده اي حرفه فيها العراقيل فهمتيني دابا تقريبا كما قلت لك دابا شي سيمانه هذه باش بديت مع سعيد فهمتيني باقي ما موالفتش فهمتيني باقي ما موالفتش هو شويه يعطيني انايا انا نسربس نعطي للناس راك فاهمني مازال شويه مازال خصني شويه مازال ما فهمتيني مازال ما تاقلمتش مع هاد الحرفه خصني شويه ديال الصبر الحوايج اللي ارتاحت لهم في هاد المهنه هادي كنخدم راسي براسي فاهم انا وصاحبي انا كندير الخدمه هو كيدير الخدمه ماشي كيما الصنعه اللي كنت فيها انايا راك فاهمني المزدار ولا
يقول لك صوب هذه كتصوب هذه يجيك عاوتاني يجيك عاوتاني واحد اخر يقول لك لا اديني لهذه صابني فهمتي كيفاش كتبقى ديما كيلعبوا بك فهمتي راك فاهمني اللهم التجاره خير من الاجاره الكليين كل واحد كنعطيوه كل واحد كنعطيوه حقه راك فاهمني حاجه واحده الخبز اللي كيسالي لينا خاص واحد يمشي للحانوت يجيب الخبز هذا هو العارف هذا هو المشكل الوقت اللي كنبداو فيه الخدمه ديالنا 8 ونص كنجيو كنصاوبوا الباش هو الاول ومن بعد كنمشيو نجيبوا الماتيريال باش كنخدموا تواصلوا الشوايات راك معايا وكنساليو تقريبا 3 ونص 4 هذا طبعا قوي كيسالو فرا راه راجل المدير اللي هو اخويا حنا كلينا حنا خلصناش تعاونوا معاه هادشي اللي يهضر الله ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي